يعني لنقوله بوضوح. وهذا يعني انا دائما اكرر ان انا قلتها في الانتخابات حتى، لان انا يعني اؤكد ما سبق اني اكدت، اني مو قاعد اقول كلام جديد بعد الانتخابات. انا قلتها بوضوح، لا يوجد خلاف بيننا وبين الأسرة، نحن متفقين على دستور. هذا الدستور ينص في مادته الرابعة أن الحكم في ذرية مبارك. هذه القضية ليست قضية جدال ولا أخذ ورد، ماشي. الآخرين اللي دائما يحاولون أن يشككون أو أن يقحمون المقام السامي في أي خلاف سياسي حتى لو كان مع بعض أفراد الأسرة، هؤلاء مفلسين، هؤلاء ليس لهم حجة للتحاور حول القضايا اللي احنا قاعد نطرحها. هؤلاء قاعد يحاولون يخلقون فتنة ويبنون سور مرتفع بين الشعب وبين الأسرة. هؤلاء يجب ألا يسمع لهم، ويجب ألا يعطون الفرصة لأن يكونوا حائل بين المجتمع وبين الأسرة. أنا قلتها بأيام انتخابات وأكررها، نحن والأسرة جسد واحد، ما يضرهم يضرنا، وما ينفعهم ينفعنا، تعتقد ومصلحتهم من مصلحتنا. تعتقد بأنه سيكون لديهم قبول للمقترح هذا اللي هو اللي يحتاج إلى توافقات له الهيئات السياسية والأحزاب؟ أنا أعتقد يعني إحنا قاعد نطرح رأي، ونعتقد بأن البلد حتى تمشي بشكل أفضل هذا هو الاتجاه الصحيح، فلنتحاور. وبالمناسبة يعني كل الديمقراطيات في العالم تمشي في هذا الاتجاه، تبدأ ملكيات مطلقة ثم ملكيات مقيدة ثم أنظمة برلمانية. تطور طبيعة الحياة، هذا التطور بلا طبيعي. شك هذا التطور، والألف ميل مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. ولذلك أنا بس أكمل موضوع العلاقة مع الأسرة، لما قلت أن يعني مصلحتهم مصلحتنا ومصلحتنا من مصلحتهم، وإحنا أخوانهم وأبنائهم في وقت الرخاء، وإحنا حزامهم في وقت الشدة، وجربونا، وإحنا الناصح الأمين، وإحنا ما أتكلم إحنا أقصد المجتمع بكل أطيافه بكل تنوعاته، في أحلك الظروف اللي مرت فيها الأسرة كان هذا المجتمع أكثر الناس التصاقا بالأسرة وبالشرعية. ولكن أيضا لنا حق، ولهذا المجتمع حق، وحقنا أن نتقدم إلى الأمام وأن يولى أصحاب الكفاءات والقوي الأمين. واللي قاعد نطرحه نعتقد بأن في مصلحة الجميع، نحن لا ننافس أحد على شيء، نحن لا ننافس أحد على شيء ولا لنا مطمع في شيء، لكن نعتقد بأن مصلحة البلد، مصلحة الأجيال القادمة، مصلحة الجميع حكاما ومحكومين، مجتمع وأسرة، بل أقول الأسرة الواحدة، لأنه يفترض أن كلنا أسرة واحدة، أعتقد في هذا الاتجاه. هذا رأيي ولا أدعي امتلاك الحقيقة كاملة، لكن نقول خلنا نتحاور.